المؤتمر صراحة حدث عالمي وصناع القرار موجودين هني، ومثل ما ذكروا أصحاب المعالي في الافتتاح تحدي في قطاع النفط والغاز كبير، وخاصة نحن تونا مخلصين من كوب 26 والتوجه العالمي إلى الحد من التغير المناخي. المسج كان واضح صراحة في افتتاح المؤتمر والمعرض، وهذا شيء نحن الحمد لله نحن نأمن فيه، أن لازم يكون في توازن ولازم يكون في بالانس. أنت الجميع متفق أن لابد أن نحن نتحول إلى طاقة مستدامة، طاقة مثل ما يقولون خضراء، نقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونحد من الوقود الأحفوري. بس هذا الشيء نحن ما نقدر نسويه في يوم وليلة، وحتى إذا تم إنجاز جزء منه ما تي بلاش. تكاليف التحول من طاقة تقليدية مبنية على الوقود الأحفوري إلى طاقة متجددة وطاقة فيها تحدياتها من ناحية الستوريج والبطاريات أو الوقود الجديد مثل الهيدروجين، شيء مش بسيط وشيء مكلف. فلازم نحن نسوي نوع من البالانس والتوازن بين الطلب على الطاقة والنمو الاقتصادي والحد من الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة. الحمد لله نحن في دولة الإمارات هذا الشيء مش جديد علينا، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة من سنوات نحن شغالين، ودائما المحافظة على البيئة من أولوياتنا في كل شغلة نعملها. والمبادرات اللي قامت بها الحكومة واضحة، والشركات اللي عندنا في الدولة واضحة، الإنجازاتنا كثيرة.